تبتسم نهضة الحسين صلوات الله وسلامه عليه بمجموعة من السمات والخصائص. من أهم هذه السمات التي تبرز في نهضة الحسين صلوات الله وسلامه عليه بكونها نهضة إصلاحية. هذه السمة، سمة الإصلاح في نهضة الحسين عليه السلام، أي سمة التأثير على المجتمع بالأخذ بيد المجتمع إلى ناحية الصلاح، تتسم أيضا هذه السمة بسمة الاستمرارية، أي أن سمة الإصلاح البارزة في نهضة الحسين صلوات الله وسلامه عليه وإصلاح على نحو الاستمرار، التأثير الذي خرج به الحسين عليه السلام، التأثير الذي صدر من الحسين عليه السلام على تلك المجتمعات في ذلك الزمان، في زمن الحسين صلوات الله وسلامه عليه، مستمر إلى أن تقوم الساعة. وهذا المعنى هو المعنى المراد في كون نهضة الحسين نهضة إصلاحية على نحو الاستمرار والدوام. شروط ثلاثة إذا توفرت عند الإنسان انفعل بنهضة الحسين من حيث كونها نهضة إصلاحية، فأثرت نهضة الحسين عليه السلام على وجود هذا الإنسان، أثرت على سلوك هذا الإنسان، وبالتالي تؤثر على المجتمع الذي يعيش فيه. الشرط الأول هو الشرط التكويني. يعني شنو شرط تكويني؟ شرط تكويني يعني يتعلق بتكوين الإنسان، بعقلية الإنسان، يتعلق بفكر الإنسان. هذا الفكر الذي يحمله الإنسان لا بد وأن يكون نقيا مصفى من أي شبهة عقائدية، من أي شبهة فكرية تتعلق بمقامات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تعودنا أن الناشئة تتربى على التولي والتبري على حد سواء، الولاية ملازمة للبراءة والبراءة ملازمة للولاية، ولذلك تربينا عندما نتذوق الماء نلعن قتلة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يقولوا لك ليش تلعن؟ لماذا تلوث لسانك باللعن؟ عليك بالتوجه إلى الحسين وأن تتذكر عطش الحسين وتقول السلام عليك يا أبا عبد الله. هذا الفكر، هذه الفكرة هي فكرة تدخل شبهة وتدخل تشكيكا في أصل مبدأ لعن أعداء أهل البيت عليهم السلام. وجود مثل هذه الشبهات وهذه التشكيكات في فكر الإنسان تعرقل انفعاله بنهضة الحسين عليه السلام، فلا تؤثر هذه النهضة الإصلاحية عليه. الشرط الثاني هو شرط تشريعي، بمعنى أنه إذا أصبح فكر الإنسان نقيا أصبح هنالك توجه إلى حيث التشريعات المقدسة. الإنسان الذي يود أن ينفعل بنهضة الحسين عليه السلام لا بد عليه أولا أن يلتزم بكافة التشريعات التي جاء بها الشارع المقدس. أقلد في بعض المسائل وأترك البعض الآخر. أول مسألة يذكرها الفقهاء: يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد
أن يكون في كل أعماله في سائر تروكه وأفعاله إما مقلداً أو محتاطاً. الاحتياط لا متأتي بين يدي، فألجأ إلى التقليد، ألجأ إلى تقليد الفقيه الجامع للشرائع، فأقلد الفقيه في كل مسألة يفتي فيها، لا أن أقلد الفقيه في مسألة وأترك المسألة الأخرى. أختار مجموعة من المسائل أقلد فيها الفقيه وأترك مجموعة أخرى تبعا للهوى وتبعا للرغبة أو ما شابه، بل أقلد فقيه في مجموعة من المسائل وأقلد فقيه آخر في مجموعة من المسائل، هذا أمر خاطئ يجب الالتفات إليه. بل ضمن من الأمثلة التي نستطردها في هذا الشرط نظرة الإنسان للفقيه. أي نظرة يجب أن ينظر الإنسان إلى الفقيه من حيث كونه مستنبطا للأحكام الشرعية من مصادرها المقررة. اليوم اكو عندنا فكرة مثلا يقول لو كان الفقيه يحضر في موسم الحج ويطوف مع هذه الألوف المؤلفة، هذه الملايين التي جاءت تطوف حول البيت الحرام، لأفتى فتوى بعدم جعل الطواف سبعة أشواط. مع هذا الازدحام، مع هذه الضجة التي تحدث حول الكعبة المشرفة، لو يعيش الفقير في معاناة الطواف وفي معاناة أعمال الحج من مشي وما شابه، لأفتى بتقليل هذه الأحكام، ولأفتى بتقليل عدد الشواب وما شابه ذلك. لبال أن الفقير يستخرج الحكم الشرعي من جيبه، مولاي شنو الحكم في هذه المسألة، يبحث في جيبه ليستخرج حكما شرعيا تبعا للهوى أو للرغبة النفسية أو ما شابه. هنالك قانون فقهي وأصولي يحكم الفقيه في إصدار الفتوى وفي استنباط الحكم الشرعي. المرأة بعد شنو تقول لو كان الفقيه يذوق حرارة الشمس ويتحجب مثل ما نتحجب، نغطي وجوهنا من الرأس إلى الأقدام، ما نطلع شبر ولا نطلع قطعة من الجسد مع حرارة الشمس القارسة، لأفتى بعدم وجوب الحجاب. الشرط الثالث شرط مهم يتعلق بالمبادرة الفردية. الإنسان اللي يريد يتوجه إلى الانفعال بنهضة الحسين عليه السلام لا بد وأن يمتلك مبادرة فردية، لا بد وأن تكون لديه حركة عملية في وسط المجتمع بإقامة الشعائر الحسينية، بإحياء أمر أهل البيت عليهم السلام. أتجلسون وتتحدثون؟ قلت بلى. قال أحيوا أمرنا. عندما تذكر مفردة الأمر في روايات أهل البيت عليهم السلام يقصد منها أمر الولاية لمحمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. رواية عن أبي محمد المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان. تريد تدخل في المعزة في العزة، تريد تخرج من الذلة، فلتخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله عز وجل. هذا الخروج في هذه الرواية يعني وجود حركة فردية، هذه الحركة تقتضي أن تتجنب المعاصي، أن تتجنب الذنوب المرتكبة، وتخرج في إطار طاعة الله عز وجل. إذا دخلت في إطار الطاعة دخلت في إعزاز الله عز وجل للمؤمنين. هذه المبادرة الفردية
تصنع منا حركة جماعية عندما يبادر كل فرد إلى عمل في الوسط الاجتماعي، إلى إحياء شعيرة من شعائر الحسين، من بكاء، من لطم، وما شابه من إطعام المؤمنين على محبة الحسين عليه السلام. هذه المبادرة الفردية تتحول إلى سلوك جمعي، فإذا تحولت إلى سلوك جمعي تأثر المجتمع بنهضة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. والحسين يستحق من كل فرد مبادرة، وهذه المبادرة لا تعتبر شيء أمام ما قدم الحسين من إصلاح في هذا المجتمع. ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أردت أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. ذاك يسأل الإمام السجاد عليه السلام، يقول له مولاي من المنتصر بعد كربلاء؟ قال إذا أردت أن تتعرف على المنتصر فانتظر حتى يأتي وقت الصلاة، فإذا أذن المؤذن بالشهادتين فاعلم بأن الحسين عليه السلام هو المنتصر، لأن الحسين خرج لإصلاح المجتمع، خرج للحفاظ على الدين. خرج الحسين بأمثل القيم التي يحتاجها المجتمع. وفي القبال تشاهد وتستمع إلى نداء ينادي ائتوني برأس الحسين، ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، يعني في موقف عبادي الحسين متعلق بأستار الكعبة في حالة انقطاع إلى الله عز وجل، والنداء بين الأرض والسماء يا حسين حل من إحرامك، وإذا الملائكة تضج كل ينادي وحسين. والناس نازل مكة تحج بحج الحسين، كل الناس في كل سنة اعتادت أن تحج بحج الحسين، تتشرف بحج الحسين، لأن الحسين هو سبب قبول أعمالها. يا الله تقبل منها.